في ظل تفاقم فيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي اللي تعيش فيه تونس اليوم، ضررت أغلب القطاعات الموجودة في البلاد بسبب فيروس ما يخطرش على البال. أما زعم الحقوق والحريات ما سلمتش زادة من هالوباء، أك علاش هبطنا اليوم للشارع نسألوا المواطن التونسي، شباب نساء ورجال، شرايهم في الحقوق والحريات في زمن هالوباء؟ حسب رأيك تأثرت الحقوق والحريات في زمن الكورونا؟ حسب رأيي الكورونا سلبت منا برشا حقوق وحدت من حرياتنا. بربي وين تاري فاهم نية التأثيرات، الناس في كورونا فهموا الحقوق والحريات بالغلط. راه تأثرت برشا حقوق وحريات في عهد الكورونا كالتعليم والعمل و... إيه أكيد الحقوق والحريات تأثرت برشا معناها في عصر كورونا. لكن من جهتك كيفاش كان حقك؟ والله إيش باش نقولك، الحقوق والحريات أني معناها نشوف روحي معناها ما تأثرتش. القهوة قاعد نمشي القهوة، قاعد نعيش حياتي معناها زي قبل، ونخدم على روحي وكل شيء سبا الحمد لله يا ربي، معناها لا بأس. والله إيش باش نقولك يا بنيتي، تلامذة عطلت القراية معش قريب، وزيد الشركات خرجوا برشا خدامة، الناس ولت بلا خدم، وزيد الصحة تدهورت من هالكورونا. الله يبعد علينا الكورونا والوباء. من جهتي كناشطة في المجتمع المدني، فما برشا تظاهرات مهمة ومفيدة تأجلت، وأغلبها اللي تعملت تكون بعدد محدود مع احترام البروتوكول الصحي. أنا كقايدة في الكشافة التونسية عنا برشا معناها مخيمات تأجلوا، وعنا برشا نشاطات ما عادش نجموا نعملوهم على خاطر جائحة الكورونا. معناها حرية التنشيط، حرية التخييم، حرية التعبير، حسيت نقصت برشا في عصرنا هذا. حتى برشا حقوق معناها ما عادش نتمتعوا بيهم كيما كنا قبل. هكا كانت آراء الناس في تأثير الكورونا على الحقوق والحريات. أما اللي ما نجموش ننكروه اللي تونس عاشت فترة صعبة هالأيامات، وبقالنا باش نقولوا كان ربي بعد علينا الوباء ويحمي تونس من كل بلاء.